الصبح ايوه كنت قاعد قدام التلفزيون اها بقلب شفت المؤتمر بتاع الرئيس اللي بيفتتح فيه محطة المعالجة ومحطات التحلية والمشاريع أي. كالعادة يعني أي. واستوقفني السرد والطموح اللي مش أحلام. الراجل ده مش بتاع أحلام، واضح إنه مش بتاع أحلام. ده فكرة ونفذ نفذ لدرجة إنه قال لك ما يتحقق الآن كان مخطط له 2052. حط دي على جنب. تقوم النهارده بتعمل افتتاحات ها؟ ايوه. وهقول لك كيف انت وانت القائد وانت المسؤول تفكر في الازمات قبل ان تحدث لتتلافاها. استباقي في فيما يشبه المستحيل. كل كلمه اتعملت في مصر كانت احد الاحلام المستحيله، كان ممنوع عليك تفكر حتى انها هنخلص من العشوائيات. يا راجل ده معقول في 3-4 سنين تخلص من العشوائيات؟ تقضي على مشكلة أزمة الإسكان 5-6 سنين تقريبا بتقضي عليها. أزمة البطالة، حجم المشاريع تقريبا بتقضي عليها، وعايزين عمالة للي عايز يشتغل. ما هو في ناس مش عايزة، أنت هتعمل لها إيه؟ التأمين الصحي، وكأن هناك تأمينا صحيا بالمبادرات اللي عماله روحي اكشفي يا ستي على صحتك ببلاش، روحي يا بتاع فيروس سي شوف وضعك وهتتعالج ببلاش، اللي كانت بعشرات الالاف ومئات الالاف. أيوة. العلاج يحدث هذا في مصر مع الاعتذار للبرنامج الشهير. لكن وانا قاعد بتفرج ما قدرتش اقلب المحطه. يعني تملي البرامج السياسيه برامج مش سهله. فانت بتسمع ارقام واقتصاديات لكن كمان بتشوف كيف تعالج الامور وكيف تفكر في صالح هذا البلد وكيف تستبق الزمن. انت هتروح سينا تصلح 450,000 فدان تقريبا، 480 فدان، هتوفر لها الميه ازاي؟ لما تشوف المشروع وطريقه تنفيذه وانك توصل ميه حلوه، وبعدين يقول لهم ايه؟ قبلها كان بيقول حاجه جامده جدا، لا يجرؤ احد غير ان يكون مخلصا لهذا البلد ان يتحدث فيها ابدا. ازاله التعديات وبصرامه خلال 6 أشهر على الجسور وعلى محاور النيل والترعه. معلش كل حاجه ليها علاقه بالرياضه. هقول لك ازاي؟ ايه ده؟ انت بتواجه ايه؟ ها؟ ولكن لما تفكر فيها بعد شويه يقول لك ايه؟ تكلفة تحلية المياه وتجهيز البنية التحتية وتهيئة المسكن والمشرب والمدرسة للمجتمع اللي هينشأ في ال 500,000 فدان دول، هو عايز مننا ايه؟ ده عايز طرق وعايز كهرباء وعايز المية بس عشرات المليارات من الجنيهات. فيربط الربط البسيط اللي يخلي اي واحد حتى متضايق لازم يفهم ويصدق ويؤيد ويؤازر ويقتنع. قال لهم انا عايز ازود 500,000 فدان هيكلفوني عشرات المليارات في الميه بس، دخل عليها الكهرباء، دخل عليها الطرق، دخل عليها الاسكان والبنيه التحتيه عشان ازرع، لسه ما زرعتش. اولا عايز ناس تزرع بقى، عايز ناس بعد كل ده، وهو اللي هو الفار يعني رئيس الهيئة الهندسية قال احنا عايزين اللي يروح يزرع ما يشيلش اهم حاجة، يلاقي المية ويلاقي النور ويلاقي الطرق ويلاقي كل حاجة يزرع، كل طالبين منه انه يزرع. طيب السؤال بقى العبقري الذي لا يجرؤ اي حد مهما كان حتى ما بيحبش هذا البلد غير انه يجيب الإجابة الوحيدة، انا عشان اصلح 500,000 فدان يا استاذ ابراهيم عشرات المليارات من الجنيهات وبستبق الزمن، طب لما يكون عندي ارض كانت صالحه للزراعه وترع بقى لها 200 سنه تم شقها، تم الاعتداء عليها ها وافسادها، لما اجي اشيل الكلام ده حد يقول لي لا؟ طب اولا بتوفر
مئات المليارات مش عشرات بقى، لانك شوف بتنقذ كام مليون فدان ها لارض خصبه صالحه للزراعه من ناس اغتصبتها من الدوله. في حد يجرؤ انه ما يفكرش ان لازم ده يتعمل؟ والله لم ارى احدا كان حتى متحفظا الا ما ايد هذه القرارات. صحيح صحيح، واخد بالك؟ طيب ايه علاقه ده بالرياضه؟ انا بسرح بقى وبقول الله الراجل ده عشان ينجح عايز حد زي الهيئه الهندسيه، عايز حد زي الوزراء اللي موجودين حواليه اللي حظهم انه جم في وزاره في مع حد عايز يشتغل. الراجل ده بيصحى 5 6 الصبح. طيب ما الوزراء هتصحى قريب من الكلام ده عشان هيسالهم اسئله وهيتابع معاهم وعليهم تكليفات. بيكلمهم في تفاصيل الشغل. لما يجي يقول له وهو بيشوف بقى المعامل ونتيجة التحلية، قال له انتوا موثقين للكلام ده ولا؟ يعني ايه موثقين؟ انا قلت يعني ايه موثقين؟ التاريخ عايز يعمل ايه؟ قال لهم انا عايز افتح الدواليب الاقي 10,000 عينة كل يوم بيوم متاخدة يوم بيوم لمدة 6 أشهر، ما تترميش قبل 6 أشهر عشان اعرف اذا كان في مشاكل ولا حصل دروب ولا الدنيا كانت افتتاح وبس، واحنا عملنا الشو ده واحنا مش ناويين نقدم الشغل ده طول عمرنا. قال له في حاجات 6 أشهر وحاجات سنه. المتابعه استاذ ابراهيم، عايز تنجح حط اليه المتابعه، اليه الصيانه، اليه التشغيل، اليه، وبعدين المتابعه دي هي صمام الامان، انك انت تعرف انك ستتابع مفيش احتمال للصهيانه او انك ترك. تاني ايه علاقه ده بالرياضه؟ بقول بقى لو العقلية دي والذهنية دي وصلت للرياضة، انت مش هتتكلم لإصلاح الكرة المصرية، انت هتتكلم للفوز بكأس العالم. ده اللي هتشتغل عليه. انت هتشتغل في كل مناحي الرياضة بما يشبه انك التابوهات مش قادر تقرب منها. لا، اقتحم وكسر وصلح ومصر كلها معك.